دكتور محمود، الناس كانت مستغربة جدا من المطر اللي كان الأيام اللي فاتت، قال لك ما كناش بنشوف مطر في شهر 6. هو زي ما دكتور عبد الصحيح بيقول، بالفعل حصل شفت شوية في فصل الربيع. يعني فصل الربيع كان بتنتهي تقريبا موسم الأمطار خلال مثلا 10-15 سنة اللي فاتوا مع النص الأول من شهر مايو، بتبدأ الأجواء تبدأ خلاص، بقى فصل الصيف بيأثر بشكل كبير، وبيقولوا حتى كنا بنقول ساعتها الصيف داخل بدري شوية علينا، الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة. فمن نص مايو كده كان بتبدأ الأجواء بتبدأ تستقر بشكل كبير، ويبدأ المنخفضات الخماسينية تقل تواجدها. إنما ربيع هذا العام كان مستقر تماما، حتى درجات الحرارة، أعلى درجة حرارة سجلت السنة دي على القاهرة كانت 40 درجة في خلال الأسبوعين اللي فاتوا اللي كان فيها المنخفضات الخماسينية. الذروة في الربيع في الحرارة بتكون أعلى من الصيف بتاعي، أعلى من الصيف بكتير. السنة اللي فاتت وصلت القاهرة 43 درجة في فصل الربيع، على مدار العام كله بتتسجل دايما أعلى درجة حرارة في فصل الربيع. فربيع السنة دي مش في الصيف طبعا. ربيع السنة دي كان مستقر جدا، ما شفناش ظواهر جوية قوية فيه، منخفضات الخماسينية اتأخرت بشكل كبير جدا، بقت خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا ثلاث منخفضات خماسينية أثرت علينا بشكل كبير، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة وصلت ل40 درجة على القاهرة، وإن كانت أقل من العام الماضي، إلا إن شفنا انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية، نشاط رياح جنوبية غربية من الصحراء الغربية أدت إلى الظاهرة اللي إحنا شفناها في القاهرة وفي طريق السويس والإسماعيلية، لما انعدمت الرؤية لعدة دقائق كده لمدة 10 دقائق ربع ساعة. فطبعا دي حصل شفت شوية بس في الظواهر الجوية، لكن أكثر حدة ما فيش كلام. آخر مرة شفنا مثل هذه الظاهرة كانت عام 97 في القاهرة، لما برضو انخفضت الرؤية بشكل كبير جدا كده، وانعدمت أشعة الشمس أنها توصل الأرض في مجموعة من الدقائق مش أكتر. فطبعا دي حاجات بتحصل، بس حصل شفت في الوقت شوية. طب نحب نطمن على مستقبل المناخ في مصر. بص حضرتك، هل في رؤية مستقبلية شكله إزاي؟ هو حضرتك في ظل هذه التغيرات المناخية وارد استمرار عنف الظواهر الجوية اللي بنشوفها في الفصول، سواء كان فصل الرطوبة بنشوف رطوبة أشد زي فصل الصيف، سقوط أمطار، في غزارة الأمطار في الحالة الواحدة، ما بقولش في خلال الموسم، غزارة الأمطار في التوقيت، بنشوف ما بتسقط الأمطار بيبقى في عنف في سقوط الأمطار، بنشوف التلج، شفنا التلج ما كناش بنشوفه زمان، بقينا نشوف أماكن كتيرة جدا في الجمهورية ما كناش بنشوفه أصلا، مش بنشوفه هو كان سانت كاترين بس بالظبط. كان دايما هي سانت كاترين هي المميزة ده لطبيعتها الجغرافية عشان ارتفاعها أكيد فارتفاع درجات حرارة وانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل برضو، خلال لو شفنا مش الشتاء اللي فات ده، الشتاء اللي قبله وصلت درجات الحرارة ل4 و5 درجات مئوية في القاهرة لمدة 10 أيام. لما بيكون في استقرار وبيكون في شبورة مائية بتنخفض معاها الرؤية بشكل كبير، وتسببت في حوادث حصلت السنة اللي فاتت بسبب الشبورة. فالظواهر الجوية بالفعل، الحرارة الصبح غير بالليل، ده التباين في درجات الحرارة. التباين في درجات الحرارة ده هي تعتبر من سمات الربيع، لكن بقت مختلفة، الموضوع بقى أشد زي ما بنقول، التغيرات المناخية بالفعل ما بتأثرش على مصر بشكل مباشر زي الدول الأخرى، لكن عنف الظواهر الجوية اللي بتحدث في مصر ما تغيرتش موسم يعني موسم الظواهر ما تغيرش، بس حدة الظواهر في كل موسم هي اللي طبعا اختلفت بشكل كبير. طب دكتور عبد المسيح، هل بدأ التحرك العالمي من أجل احتواء